بدأوا في مراحل إخراج الناس من المنطقة، بداية في عملية مسح المنازل بهدف إخراج الناس، ترحيلهم من أرضهم، تسموه تهجير قسري. بطبيعة الحال الناس جميعها غير موافقة ضد الترحيل، لكن الأسلوب اللي اتخذته الدولة يعني للأسف يعني إرهاب دولة، نقدر نسميه إرهاب دولة. مثل ولي العهد انك ترسل رساله وتهدينا؟ احنا موجهين للمسؤولين. طيب وصل لك هذا؟ لا طيب وصل لهم رسالتنا. انت رسالتنا واحده، كلمه واحده، لا عندنا رحيل ولا تعويض. الحياه لا تقاس بطول الاعمار، ما قف يوم يسوى 90 سنه، موقفك عند مبادئك، ارضك، عند وطنك، مهما كانت النتائج ومهما كانت الخساره اللي تاخذها. فهذه الدنيا بشكل عام في تحت ولاية مثال محمد سلمان ومثال يعني لا يؤسف عليهم.